اهلا بحضراتكم من جديد. الكلام اللي بدانا لكم بيه الفقره للزميل تامر امين ده تقريبا اللي عايشاه بعثه الاهلي. سيبكم من كل الاجواء المحيطه، وسيبكم من كل تفاعلات السوشيال ميديا، وسيبكم من دفقات الثقه العاليه جدا اللي بتلاقيها من كل الاتجاهات، لكن داخل فقاعه الفرقه المزيد من التركيز، المزيد من الجديه، المزيد من احترام المنافس. انت بتتكلم عن فاينل، بتتكلم عن الاميره، بتتكلم عن نهائي دور الابطال، بتتكلم عن بطوله مؤهله لكاس العالم للانديه. كلها حاجات تخلي الفرقه في اقصى درجات التركيز. بتتكلم على صفاره حكم موفقه ولا غير موفقه؟ حكم يوفق او لا يوفق. استوقفني يمكن تخوف بعض الناس من التحكيم. كتير الناس اتكلمت، الكابتن خالد بيومي يمكن قال ان انا اخشى ان تكون لصفارة التحكيم تأثير على المباراة. وانا معاه والله. يعني اهي دي مخاوف انت ما بتعملش حسابها او بره ايدك. لكن في النهاية التوفيق من عند الله. خدوا بالكوا من كل الظروف. الزميل كريم رمزي الحقيقة قال كمان تعبير تاني. قال انا احساسي انه بتوع جنوب افريقيا بيعملوا ايه؟ نشوفه. انه على مستوى التاريخ طبعا الاهلي بعيد قوي عن كايزر تشيفز. بس في نقطه مهمه. في كده حاسس ان الناس في جنوب افريقيا في كايزر تشيفز بينيمونا بالبلد، يعني بينيمونا. تصريحات كلها بتطلع انه الاهلي افضل، الاهلي اكبر، الاهلي اخطر، احنا موقفنا صعب قدام النادي الاهلي، احنا هنلعب على الهجمات المرتده قدام النادي الاهلي، و و و والكلام اللطيف ده. اللي تابع مشوار كايزر تشيفز على مدار البطوله يعرف ان هو لعب على فرق كبيره اخرهم الوداد وقدر يهزم الوداد، بغض النظر دافع قد ايه، هاجم قد ايه، خطف المباراه ازاي، المباراتين يعني ذهاب واياب، ولكن فريق خطر، فريق يقلق. اتمنى انه لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني وإدارة النادي، وأنا متأكد من ده مش بس أمنية، إن هم ما يتخدعوش من ده، ما يحسوش إن هم داخلين المباراة وإحنا كده كده كسبانين. العاشر بطولة في دوري الأبطال قريب، إنه الأهلي ياخدها طبعًا إن شاء الله يحصل، وإن شاء الله الأهلي يكسب. بس يبقى بيه شوية واقعية وشوية عقل. كلام طبعًا كلنا متفقين. يا أستاذ إبراهيم، أنت وأنت بتلعب بالمراس على المركز الثالث، لو سالت العالم كله الترشيحات رايحه لمين؟ لبالميراس. بالميراس الطبيعي. طبيعي. انت لعبته صح وكنت تغلبه في الوقت الاصلي وجبت جون واتلغى. واخد بالك؟ وجن ضربات الجزاء، هنا يصبح كل شيء متاح. دي المباراه اللي انا دبستك فيها دي، دبستني فيها، خليتني اروح. بس كويس ان انا رحت. الحمد لله. يعني استاذ ابراهيم قال لي معقوله هتيجي وتسافر من غير ما تشوف كاس العالم، من غير ما تخرج من اللوكان ده، جيت تعمل؟ لا، واروح ملبسك في بالميراس مره واحده. ايوه، يعني مش اخدك للدحيل مثلا. لا، بس انا كنت شايف اني لازم اروح. ما اعرفش ليه. هي كانت حركه انتحاريه مني. انتحاريه مني. الحمد لله. طيب، المباراه صعبه، نشوف وجهه نظر فنيه للكابتن رضا شحاته. رايك في ماتش الاهلي وكايزر تشيفز ايه؟ ماتش صعب عشان الناس مسهلاه. الناس مسهلاه، الناس شايفه ان كايزر تشيفز مش احسن حاجه وصعدوا كده لا، الموضوع مش كده. معنى ان هو يوصل للنهائي ان هي فرقه كويسه. فانا بقلق من ان انت دايما بتقلل الفرقه الثانيه، فانت اللعيب عندي بياخد مردود مش كويس. وده غلط. انت بتلعب نهائي افريقيا، وصلت لنقطه مهمه جدا لازم تدخل فيها باقصى حاجه. هل الاهلي عنده الحته دي ولا الاهلي ما عندوش حته دي؟ الاهلي ما عندوش، ولكن بتدي حته سلبيه للعيب غصب عنك. الاهلي ما عندوش القصه دي، ولكن في ماتشات طبعا غصب عنك الريتم بيقل. أنا في النهائيات الريتم مش المفروض يقل خالص. فانا بس المردود ان الفرقه مش احسن حاجه ولا واحنا كده خلاص الموضوع قرب، لا هو ما قربش لسه. الموضوع صعب ونهائي وما تضمنش فيه اي حاجه، وما تضمنش لعيبتك حالتها ايه، فلازم من دلوقتي يبقوا مركزين قوي 100% عشان يقدر يعدي بالبطوله دي على خير. يعني ده وجهه نظر مدرب، راجل مدرب، يعني هو لو مكان اي حد هيقول الكلام ده وهيشعر بهذا الكلام. طيب، صعبه؟ صعبه جدا. لكن هل لعيبه النادي الاهلي عند مستوى الثقه فيهم، عند مستوى المسؤوليه ولا لا؟ نشوف راي مهم للكابتن مختار.
متوقع ايه بقى في العشرة يا اهلي ان شاء الله؟ لا ان شاء الله باذن الله يعني اولادنا يعني عند حسن ظن ظننا فيهم باذن الله، لان هم يعني عند المسؤوليه كل ما المسؤوليه بتزيد عليهم كل ما هم اهل ليها ان شاء الله رب العالمين. ايه رايك احنا متوقعين منهم؟ ايه رايك في الشريف يا كابتن مختار؟ لا حاجه هايله جدا جدا، وبعدين ما شاء الله يعني في الزياد على طول، فنياته يعني عاليه جدا جدا، بيعرف ياخد القرار في يعني في جزء من الثانيه، بحيث ان هو يعني يترجم اللي هو عايزه بشكل كويس قوي. صراحة ولد هايل جدا جدا، وان شاء الله ربنا يحفظه لنا. يعني نفس الكلام من كابتن مختار، لكن كمان طبعا الإشادة الخاصة بشريف، قال لك ما شاء الله فنياته بتتطور بشكل، خلي بالك شريف. ولذلك الزيارة اللي عملها هو ومجدي قفشة للإم بي عجبتني جدا، يشعروا بالفضل، ان كان جزء من تطور مستواهم. ده شيء اخلاقيا مهم وده جدا مهم ومحترم. انا احب يعني الامتنان، ايوه، الاعتراف بالفضل، صحيح، دي حاجات بتخلي الانسان راقي، صحيح، وتخليه صادق، وتخليه متواضع امام نجاحاته، فده حاجات مهمه جدا.